deux épaules, les deux, les deux. Voilà. Voilà. Yeah, 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 ha, ha, ha. Yep, 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 yep. Heli, 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 heli. Etsa, etsa. Yeah, yeah. Dur, 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 dur. Dur. Yeah, yeah, yeah. بمناسبة تخليد الذكرى ليوم المهاجر التي تصادف العاشر من شهر أغسطس من كل سنة، تنظم شركة إيبون للعقار حفلا فنيا بمشاركة بعض الفنانين المغاربة والفنانين من الجزائر الشقيقة بما فيها الفنان عبد القادر السكتور. وبهذه المناسبة فكرنا في الجالية ديالنا المقيمة بالخارج الذي تعتبر هي زبناء، لأن هنا في المشروع ديالنا ديال بركان المدينة الجديدة. وبهذه المناسبة قمنا بتقديم بعض الأروقة التي تضم الرواق الرئيسي الذي هو الرواق ديال الشركة العقارية إيبون إيموبيليير والتي تبين مشروع المدينة الجديدة. كما هناك بعض أبناك التي تشاركنا مثل بنك دار الصفاء الذي هو بنك تشاركي أو بنك إسلامي، وهناك بنك السياج والبنك الشعبي الذين يوفرون تسهيلات للقروض لاقتراء هذه الشقق الاقتصادية. المشروع اللي عندنا في بركان المدينة الجديدة هو مشروع ديال الشقق الاقتصادية ب 25 مليون. كما نقدم ايضا بقع ارضية جاهزة. كنشكركم على الاستضافة ونشكر انا 24 اللي الحمد لله كتبع كاع اللقاء ديالنا في التصوير ديال البلجيكية، والحمد لله اليوم جيتوا لهذا العرس الفني الكبير اللي نظمته شركة إيبون بركان المدينة الجديدة بالتنسيق مع صوفيا ايفنت. كما كتشوفوا هذا عرس كبير اللي حضروا الجمهور غفير اللي كان متعطش لهذه التظاهرات الفنية. كما كتشوفوا البلاطو كان متنوع بشباب ديال المدينة، كان رينمان شاب مصطفى البركاني والدولوية، واللي ختمناه بهذا سكيتش ديال السي عبد القادر السكتور اللي غني على التعريف. كنشكر كاع الجمهور البركاني اللي شجعنا وحضر وكيما يقولوا ساندنا، وهذا الشيء غير كيعطينا واحد القوه وواحد الشحنه باش نقدموا لقاءات اخرى ان شاء الله. وبارك الله فيكم. انا ياسمين الشكي، جايه من بركان، بصح ساكنه في بلجيكا في بروكسل، وجينا هنا باش نديرو الفاكونس. جابنا خالي هنا باش نشوف عبد القادر السكتور وباش ماما تشوف الديور واش تقدر تشري واحد الدار. كي جاكم المغرب؟ زوين زوين بزاف، الحمان والامبيونس فين مشيتي كاع؟ مشينا الوجدة، السعيدية، مارينا، حوسنا كلشي، وحوسنا مزيان. بيان تري بيان. تحية محمد السادس. فيف لاماغوك، تحية سيد محمد السادس. أنا منير بكاوي من بركان، ودابا كنسكن في بلجيك في ساني كلاس، ورانا جينا هنايا فاكونس الحمد لله فرحانين بعد السهرة. كيف جاك المغرب؟ المغرب ديما زين ويبقى زين، وان شاء الله نجيو له كل عام. ما نقدروش شي عام ما نجيوش للبلاد. ما كاينش المشاكل في الطريق؟ لا والو، الحمد لله هذا العام كل عام احسن بعام، هذا العام عاد احسن والله العظيم. انا كنقدم واحد المشروع سميتو هيبون، شنو باغي دير هنا في؟ وان شاء الله جينا نشوفو نسولو ويبان لي هذا الشيء مهم. ان شاء الله غادي نزيدو نسولو ان شاء الله ونشوفو الا كاين شي حاجه انتريسون ان شاء الله، علاش لا. وفي الجهه ديالنا في بركان خصوصا، لان بركان مزيان وما
نتمنوا نديروا شي حاجه هنا في هذه المدينه. السلام عليكم، معكم الفنان مصطفى البركاني عميد وثائق الرقاده بالمهجر. انا متواجد حاليا في مدينه بركان، الساره اللي نظمتها مدينه بركان في اطار اليوم الوطني للمهاجر، وانا جد سعيد بهذه المناسبه لكي احتنا بمشاركتي او باحتفالي مدينتي خاصه مدينه بركان. وانا الحمد لله كانت تجاوب مع الجمهور، كانت الحمد لله كانت باساج سان تري تري بون باساج. ونشكر المسؤولين ونشكر السيريدا والاخ على سعيد خويا اميغو ديالنا كوم دابيتود جي لابيتود ندير معكم دي فيديو. ونشكر الاخ ميلو جيلو محمد جيلو اللي عطاونا هذه الفرصه هذه، ومره اخرى ان شاء الله ونشكركم بزاف، ونشكر الجاليه ديالنا المغربيه فجميع اقطار العالم. ونشكركم بزاف، ونشكر الموسيقيين اللي ساعدوني واللي عاونوني، وميرسي بوكو. السلام عليكم، معكم مصطفى ريمان من مدينه ابركان. رانا نتواجدوا في الساره ديال القاع المخطاط في مدينه ابركان، وصافي بليزير مناسبه بالنسبه لقسمه الجاليه على المغربيه المقيمه بقسمه الخارج. والحمد لله رحنا جد مسرورين وجد فرحانين وكل شيء، وتبارك الله عليكم. الحمد لله كل شيء فات بخير وعلى خير، كل شيء فات مزيان على احسن ما يرام. جي مابل منال، جي 11 ans. Je suis au Maroc et je viens de Paris et c'est les mêmes vacances de ma vie en comptant cette fête au Maroc. Voilà. Non, les deux épaules, les deux. Voilà. Yeah.